النوم. ومش على قبل ما ختم فيه مبادرة وللشباب كلهم، يعني بعد الجلوس مع الإدارة ممثلة بالمدير التنفيذي صالح حسين، اللي الحقيقة مو بسمع له وما أدري هو يتابعنا الآن، لكن دائما حريص على المتسابقين وما يرضيهم وما يرفع يعني من حماسهم، و يعني كانت فكرة بأن يبث المتسابق في تيك توك عن طريق حساباته، يعني عن طريق حسابه الشخصي، حسابه الشخصي وليس حساب القناة، يسمح له بالبث بحيث يستفيد ويتحمس. فأبو إبراهيم أيد تأييدا يعني شديد وقال أبد تطبق من بكرة. إذن هذه بشرة نزفها للمتسابقين، بإمكانك أن تبث الساعة كم في حسابك الشخصي في التيك توك وليس في حساب القناة. ولكن الآلية إلى الآن بتلقونها عند أبو عيسى، هل هي مكافآت لكم؟ هل هي جدول؟ عموما هل هي للعموم؟ هل هي للعموم؟ لكن من الآن وصاعدا ومن بكرة تقريبا بيطبق هذا النظام، وأنتم تستاهلون على ما قدمتوا الأسبوع هذا، أسبوع حيوي جدا. أبو مشعل إيش رأيك في المبادرة دي؟ والله مبادرة طيبة وأتمنى أنها تطبق، يعني أتمنى أنها على العموم. إيه؟ من بعد ساعة بما أنه معهم جوالات، إحنا خاصين عارفين هذا الموضوع. إيه؟ ويعني مثل ما قال سعد ومثل ما شفنا أن الجوالات موجودة في المنتجع موجودة، فأنا رأيي أن من بعد الساعة 6 إلى الساعة 9 يعطون المتسابقين كلهم جوالاتهم إلى الساعة 9 وتسحب منهم ويرقدون، هذا رأيي، لأن الجوالات موجودة، موجودة خطرها موجود، فيسمح لهم أنهم ينشطون حساباتهم، أنهم يعني يمكن يأخذون دافع معنوي، يأخذون آراء من فرق دعمهم، يخلصون أمورهم اللي يبون يخلصونها. فأنا رأيي أنهم يعطون جوالاتهم من بعد نهاية البث الساعة 6 الصباح إلى 9 الصباح ولا 10 الصباح. البث بالتيك توك بحساباتهم كمكافآت؟ لا، وألف لا، ومليون لا على كلام أخوي مليون ضده، مليون في المية مهما كان، خلى وياه، خلنا إذا بيجلس جواله يجلس في أي مكان في السيب ما يبين فيه، إيه ما نبي يستانس. لكن على التسهيلات اللي صارت هذه يا أخوان، إذا ذكروني إذا في نسخة صار لها تسهيلات مثل هذه التسهيلات فيا ليت تذكروني، ما بقى إلا يقولون بث بجوالك بعد. طيب شكرا للقناة. قبل ما نختم نبي سعود المكاحلة. سعود